الحمد لله رب العالمين، السلام على الله رب العالمين. هذه صدقة من الأخ أبو طارق الكويتي يعيش في سويسرلان. هذه صدقة من 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 أخ أبو طارق الكويتي، نقول له جزاك الله خيرا، والله يبدلك خيرا أكثر من هذا، وتكون لك صدقة جارية إن شاء الله، والله يصلح أعمالكم وأولادكم وخواتم أعمالكم، وجزاك الله خيرا. وصدقة وصلت إلى المساكين الذين جالسين على الطعام، وهذه هي صلة رمضانية إن شاء الله. الشيخ سليمان هو مسؤول هذه المنطقة، هذه الجمعية للمساكين، ويقول له كلمة الآن. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا في مدينة العلفوين نحن نعيش، وهذه الناس المساكين فيها الذين في مدينة العلفوين، نحن ونقول هذه الصدقة صدقة إفطار أو صدقة صدقة من الصدقات. جزاكم الله خير وأحسن إليك كما أحسنت لنا، ونسأل الله إن شاء الله تعالى أن يوزنك في ميزانات الحسنات إن شاء الله تعالى، وتقبل الله صدقتك إن شاء الله تعالى، ونشكر لك إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير وأحسن إليك. ونحن ونقول الآن أن نريد في كل وقت أو كل رمضان أو كل غير رمضان إن شاء الله تعالى يدعون هذه المساكين إن شاء الله تعالى. وجزاكم الله خير وأحسن إليك، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.